أثارت مقابلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس مع قناة فرنسية انتقادات في المغرب بسبب عرضه خريطة للمغرب بدون صحرائه. وهذه ليست المرة الأولى يقع فيها حادث مثل هذا منذ أن جرى توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين، حيث يعتبر الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء جزءا جوهريا منه. وفي أكتوبر الفائت ظهرت خريطة بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلون، وكانت تلك الخريطة تبتر الصحراء عن المغرب، وتدعي إسرائيل أنه وقع خطأ. وفي تغريدة تأسف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على حسابه في منصة إكس على وقوع خطأ في الخريطة، وشدد أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو اعترفت بسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، موضحا أن حكومة إسرائيل قامت بتصحيح جميع الخرائط الرسمية الموجودة في مكتب نتنياهو بما فيها الخريطة التي عرضت عن طريق الخطأ في المقابلة. وانتقد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي هذا السلوك ومن هذه التعليقات: وهل الصحراء المغربية بحاجة لنتنياهو لمعرفة أنها مغربية؟ فالصحراء في مغربها والمغربي في صحرائه. نهاية الإرسال.